السلام عليكم طلاب، نبدأ بأول محاضرة لهذا الأسبوع اللي هي عن Necrosis and Cell Death. فأول شيء نبدأ بالمفهوم Growth Adaptation. ساعدنا إحنا Basic Principles لازم يكون ملمين به. ذكرنا بالعملي أنه نعيده هنا كذلك بالنظري. An organ is always in homeostasis with a physiological stress placed on it. But an increase or decrease or change in stress on an organ can result in growth adaptations. عادة جسم الإنسان دائما يحاول يكون في حالة هيميوستاسيس، يحافظ على الحالة إنه كل شيء البروسيس كلها تكون خلينا نقول ثابتة، مثل واحد خلينا نقول يخرج في جو حار، حرارة جسم الإنسان ظل 37، يروح في مكان بارد، دائما جسم الإنسان يحاول يحافظ على حرارة جسم الإنسان بالمستوى الطبيعي 37 رغم التغييرات اللي الستريس اللي دا يصير. فهنا شنو نقول صار adaptation، لكن لما هذا adaptation exceed the cell ability to adapt شي يصير عندنا cellular injury. The cellular injury basic principles: A. Cellular injury occurs when a stress exceeds the cell's ability to adapt. The likelihood of injury depends on the type of stress, its severity, and the type of cell affected. الضرر هذا اللي يثبت يعتمد على نوع الستريس اللي دي يصير، مدى شدة هذا الستريس، وطبعا على نوع الخلايا، خلية عن خلية تختلف في مدى تحملها للستريس. عندنا number one مثلا neurons are highly susceptible to ischemic injury. ان الخلايا العصبية جدا حساسة للإسكيميك إنجري. الإسكيميك إنجري اللي هو عندنا مشكلة بالبلاد فلو، قلة بالبلاد فلو، أوكي؟ whereas skeletal muscles is relatively more resistance. لماذا؟ Why? Why the neurons are more susceptible than the other other cells or tissue? السبب وراء هذا إنه النيرونز consumes more energy of tissue. Consume more energy per gram of tissue than any other organ, making continuous blood flow is critical. Okay, فهي تحتاج أكثر طاقة من بقية الأنسجة، وذلك نحتاج more blood flow. ذلك من يصير عندنا ischemic injury، النيرونز بسرعة تتحسس لهذا النقصان في blood flow. Okay, number two, slowly developing ischemia. لكن example عليها هي renal artery atherosclerosis. هنا عندنا بعض الأحيان الإسكيميا تحدث بشكل بطيء. مثلاً شلون يعني؟ مثلاً عندنا هذا المثال إنه renal artery atherosclerosis، إنها تجمع الدهون بالشرايين، أوكي؟ فتجمع الدهون يسوون stenosis، وstenosis بعدين هاي تجمع الدهون تتراكم بمرور الزمن يسوي hardening of arteries، وطبعاً بالنتيجة إنه شيء يصير. يصير هم من حالة مرضية اللي هي hypertension، ضغط ارتفاع ضغط الدم. المهم هذه كلها slowly developing ischemia ممكن تؤدي إلى atrophy اللي هو shrinking، okay shrinking بالأورجان. whereas the acute ischemia، okay الاسكيميا اللي هي خلينا نقول مو كرونيك، اكيوت بحالة وسطية خلينا نقول حادة، مثل renal artery embolus اللي هو عبارة عن كتلة تصير بالrenal artery على بالشرايين result in injury، هاي تؤدي إلى injury. ما مو تؤدي إلى atrophy، أوكي؟ تؤدي إلى injury. عندنا C اللي هي common causes of cellular injury include inflammation، أوكي؟ أسباب cellular injury شلون تحدث الانفلاميشن اللي راح ناخذها بالمحاضرة القادمة بالتفصيل، وممكن يؤدي إلى cellular injury، ممكن nutrition deficiency or excess، ممكن نقصان في المواد الغذاء المغذية أو زيادة المواد المغذية هم يؤدي إلى injury. الهايبوكسيا هم تؤدي إلى injury. التروما اللي هي emotional response to accidents هم تؤدي إلى injury. and genetic mutation for sure can cause injury. okay هذا كل ما يتعلق بالcellular injury. okay أسبابها أنواعها، ممكن slowly وشنو تؤدي، ممكن acute شنو تؤدي، هاي كلها تكون لازم ملمين بيها. هسه نجي ننتقل للموضوع الآخر اللي هو الاتروفي اللي هو الshrinking. بشكل عام الاتروفي could happen when A. a decrease in stress، لما يقل الستريس، مثلا شنو الستريس مثلا هنا for example decrease hormonal stimulation، تحفيز الهرموني يعني ممكن تحفيز الهرموني ممكن يعني يقل، or decrease in nutrient or blood supply، أي يعني قلة في المواد الغذائية أو blood supply هم
تؤدي إلى يعني قلة يعني يصير decrease عندنا بالستريس، الستريس مو جدا عالي، هذا يؤدي إلى decrease in organ size atrophy، يؤدي إلى نقصان في حجم العضو اللي هو يسموه المصطلح اللي هو الاتروفي. شو كنت بعد ممكن يحدث الاتروفي؟ decrease in cell number، عندنا نقصان يعني الاتروفي مو فقط قلنا الاورجان سايز، الاتروفي ممكن يكون decrease in cell number، عدد الخلايا ممكن تقل. شو كنت عدد الخلايا تقل؟ for example لما يصير عندنا apoptosis، apoptosis هو cell death programmed، اوكي؟ عندنا لما يصير حدوث موت في الخلايا فطبيعي انه تنقص اعدادها. C decrease in cell size، نقصان في حجم الخلايا، ان حجم الخلايا مو الاورجان، لا السيل نفسها تصغر. هذا شو قد يحدث؟ occurs via ubiquitin proteasome degradation of the cytoskeleton and the autophagy of cellular components. هذا يحدث بطريقتين، اما ubiquitin proteasome degradation or autophagy. هسه نجي على واحد واحد بالتفصيل. ان ubiquitin proteasome degradation intermediate filaments of the cytoskeleton are tagged with ubiquitin and destroyed by proteasome. إذا نضوع على هذا الرسم عندنا مثلا هنا proteins، خلينا نقول اللي هو يريد يعني خلية تريد تتخلص من عنده unwanted or مثلا dysfunctional مو فعال، اوكي؟ فهنا ايش راح يتم؟ البروتين هذا راح يتم يعني وضع عليه ubiquitin molecules. طبعا ubiquitin بي ثلاث انواع، BE1 E2 BE3، اوكي؟ ثلاث انواع من ubiquitin كلها انزيمات، يتم هنا تعليم البروتين الـ unwanted او malfunction، اوكي، او unnecessary، يتم تعليمه وذا يعني هنا التاجد هنا هاي يعني اليوبيكوتين يعني صار على سطح خلينا نقول البروتين، فمع الخلية تعرف انه هذا غير مرغوب به، غير فعال، ما يشتغل. فبعد ما ان يصير تاج للبروتين بعدها مثل ما تلاحظون بالرسم انه النيدد يعني بروتينز will be degraded by proteasome، اوكي، بواسطة عملية البروتيوليسيس. بروتيوليسيس تحدث عن طريق انزيمات by enzyme called proteases، اوكي، proteases. فهنا حتى المعلومات اللي بالرسمها مطلوبة من عندكم. طبعا هاي العملية كلها تحتاج ATP، وتلاحظون انه البروتين راح بعد ما يتجزأ ويصير له degradation راح يرجع الى مكوناته الاصلية اللي هي امينو اسيد، اوكي، وبعدين خلينا نقول يصير الجين برزنتيشن. هاي فيما يتعلق بالعملية الأولى اللي هي ليش يصير عندنا نقصان في حجم الخلايا، قلنا يحدث عن طريق ubiquitin proteasome degradation أو autophagy. فجي نجي على السلايد الآخر اللي هو الأوتوفاجي، تكلمنا على الأوتوفاجي. الأوتوفاجي of cellular components involve generation of autophagic vacuoles. These vacuoles diffuse with lysosomes whose hydrolytic enzyme break down cellular components. الأوتوفاجي هي هم نفس الشيء تستهدف unnecessary or dysfunctional cellular components. وراها targeted هاي المكونات الغير مرغوبة بها، غير مرغوب بها، اوكي، لسبب او لاخر. يتم يعني استهدافها targeted and then isolated from the rest of the cells with the double strand. مثل تلاحظون هذا double strand membrane، هذا يكون لنا الفاكيول، autophagic vacuole formation، double strand. هنا وراها شو يصير؟ وراها ما تتكون الفاكيول، راح شو يصير؟ fuse with available lysosome، اي lysosome انزيم حال تندمج وياه ويتم تصير عملية الديجريديشن، اوكي؟ فهذه كليتها تابعة لموضوع الاتروفي، اوكي؟ شلون يصير عندنا نقصان في حجم الخلايا بعمليتين الاوتوفاجي واليوبيكوتين بروتيوسوم ديجريديشن. هاي اثنيناتها بروسيسز يعني خلينا نقول كلش فاميليار، كلش كامن، لازم تكونون من ملمين بها وتعرفوها. هسه نيجي على موضوع اخر اللي هو الهايبوكسيا. طبعا هاي كل هالشغلات اللي التغييرات اللي دا تصير قبل ما يصير السيل ديث، يعني خلايا تتحمل
نوع من التغييرات، فممكن يصير بها اتروفي، ممكن يصير بها هايبوكسيا، ممكن يصير بها يعني خلينا نقول عمليه اخرى بيفور ما نوصل السيل ديث. اوكي، فنجي على هاي قسم من الـ يعني الـ العمليات اللي حكينا عنها بالعملي، ان شاء الله الصباحي همين يعني يشوفوها. اوكي، فهسه نجي فقط يعني حتى لا يصير عليكم ثقيله، قلت راح اجزئها جزء منها اخليها بالعملي، جزء اخليها بالنظري. فنجي على مفهوم او الكونسيبت مال هايبوكسيا. الهايبوكسيا اللي هو لو اكسجين ديليفري تو تيشيو، بشكل عام هذا تعريفه. Important cause of cellular injury، هو سبب مهم جدا لحدوث السيلولر انجري. هسه نجي واحد يسال يقول why oxygen is important. So basically the oxygen is the final electron acceptor in the electron transport chain of oxidation phosphorylation. الاكسجين هو المستقبل النهائي بعمليه الاكسده والفوسفره اللي هي جدا مهمه. Such important process in generating ATP. Decrease oxygen impairs oxidative phosphorylation resulting in decreased ATP production. إذا هذه العملية تختل، أوكي، نتيجة لنقصان الأكسجين يتأثر عندنا مصدر الطاقة الـ ATP هم يقل. Lack of ATP، نقصان الـ ATP شي يسوي؟ Essential طبعا هو energy source، يؤدي إلى cellular injury. فهي كلها هاي العمليات كلها تؤدي إلى cellular injury بس أسبابها مختلفة. هسه شنو أسباب الهايبوكسيا؟ أسباب الهايبوكسيا مختلفة، include ischemia، هنا تكلمنا عن الاسكيميا اللي هو blood flow يكون بيه نقصان، hypoxemia اللي هو low oxygen in the blood، and decrease oxygen carrying capacity of blood، قابلية الدم لحمل الأكسجين ممكن همينة تكون قابلية قليلة، أوكي، مدى تقدر كريات الدم يعني لأسباب أو أمراض ما تقدر يعني تتشبع بالأكسجين بالنسبة خلينا نقول 100%. نجي على النقطة الأخرى، الإسكيميا is a decreased blood flow، هاي تعريف إلها يعني ذكرتها قبل أكثر من مرة بس هنا أنا مكتوبة. إسكيميا is a decreased blood flow through an organ. شلون تنشأ الإسكيميا؟ arises with a decreased arterial perfusion. عندنا هنا أنا عندنا خلينا نقول يعني عندنا مشكله بالتدفق الدم. اوكي، مثلا على سبيل المثال خليتكم اني هنا اثيروسكليروسيس. اثيروسكليروسيس هو وجود فات بلايج بيلد اب انسايد ذا ارتريز، عندنا وجود دهون متراكمه خلال الزمن تتراكم بالارتريز، هنا راح يصير يتضيق الارتري، فهنا يصير عندنا ديكريز بالبرفيوجن. ممكن الاسكيميا تحدث مثلا عندنا شوك جنرالايز هايبوتنشن، لما واحد يتعرض الى صدمه يصير عنده هايبوتنشن از ا ريزلت، فهاي هم تؤدي الى اسكيميا، هاي شيء مؤقت ريزلتنج ان بور تيشو بيرفيوجن، ما يوصل الدم الى الاكسجين. نكمل ويا الهايبوكسيا. الهايبوكسيميا is a low partial pressure of oxygen in the blood. يعني شنو مثلا؟ يعني هنا PaO2 اقل من 60 مليغرام، يعني فهنا عندنا ال PaO2 اللي هو partial arterial pressure of oxygen المفروض يكون من 75 الى 100، فمن يقل عن المستوى الطبيعي 75 الى 100 يصير اقل من 60، هنا عندنا يصير هايبوكسيميا. اوكي، فمشكله عندنا بضغط الاكسجين. السي اي او 2 همنا اذا يقل اقل من 90% هم يؤدي لي الى هايبوكسيميا. شنو هي الاس اي او 2؟ اس اي او 2 مثل ما تلاحظون النتيجه مالتها 90% هي برسنتج اوف افايلبل بايندينج سايتس اون هيموغلوبين that are bound with oxygen in arterial blood. اذا ال SaO2 يمثل لنا الاكسجين ساتوريشن. اوكي، ايش قد يعني يعني احنا عندنا الهيموغلوبين، مواقع الهيم هو اللي ترتبط به جزيئات الاكسجين، ايش قد نسبه تشبعها؟ اوكي، فاذا قل عن 90% هم يصير عندي هايبوكسيميا. هايبوكسيميا arises، ايش وقت تنشا لي الهايبوكسيميا؟ عندنا حالتين
أو ثلاث حالات. الحالة الأولى لما عندنا high altitude، لما نرتفع عن مستوى سطح البحر، من نرتفع نصعد مثلاً الماونتن يصير عندنا decrease barometric pressure. شنو البارومتريك بريشر؟ اللي هو نفسه atmospheric pressure. أوكي، راح يقل ضغط الهواء الجوي. هذا من يقل ضغط الهواء الجوي results in decrease in the partial arterial pressure of oxygen. أوكي، راح يقل ضغط الأكسجين فيصير عندنا hypoxemia. الحالة الأخرى عندنا hypoventilation، لما يصير تنفس قليل يعني أقل من المستوى الطبيعي، فهنا إيش راح يصير؟ increase in the partial arterial pressure of CO2. ضغط ثاني أكسيد الكربون راح شبيه راح يزيد، لأنه الإنسان ما دا يتنفس بالشكل بالمستوى الطبيعي، فيتراكم عندنا ثاني أكسيد الكربون نتيجة ضغط ثاني أكسيد الكربون يرتفع، ونتيجة لكل هذا يقل ضغط partial arterial pressure of oxygen يقل. في نفس النتيجة اللي وصلنا لها بالنقطة رقم واحد هم يؤدي إلى hypoxemia. عندنا نقطة رقم ثلاثة السبب الثالث اللي يؤدي إلى hypoxemia. عندنا diffusion defect. diffusion defect مثل ما تتذكرون بالفسلجة، يعني من ماخذين فسلجة، انه عندنا تبادل الغاز يصير بين الحويصلات الهوائية وبين الشرايين، بين الأوعية الدموية الشعرية. فإذا يصير انتقال تبادل الغازات عن طريق الديفيوجن، إذا يصير عندنا خلل بالديفيوجن ديفكت، خلل بالتبادل الغازي، هم هذا يؤدي إلى هايبوكسيميا، لأنه يكون عندنا ضغط يعني partial arterial pressure of oxygen will be not able to push as much oxygen into the blood. ما راح يقدر يتمكن من ضغط الأكسجين إلى الشعيرات الدموية due to مثلاً أسباب، مثلاً كان تكون thicker diffusion barrier. المفروض إحنا الأوعية الدموية الشعرية تكون رقيقة الجدران حتى تسمح بالتبادل الغازي، لكن إذا صارت سميكة راح يعيق التبادل الغازي. مثلاً شخص عنده fibrosis، هاي هنا صار عنده التبادل الغازي صعب، فنتيجة لهذا يصير عنده hypoxemia. عندنا نقطة رقم أربعة، عندنا VQ mismatch. أوكي، VQ يعني mismatch طبعا هي حالة نادرة، إنه عندنا يصير blood bypass oxygenated lung or oxygenated air cannot reach blood، فعندنا ventilation problem. هنا يعني مثلا كان يكون اعطيتكم مثال على الايكليكتيسز اللي هي عبارة عن بلوكج ايرويز، الممرات الهوائية تكون يعني مسدودة، او صار عندنا كولابس في مكان معين باللانس. اوكي، فهنا عندنا الفنتيليشن بيرفيوجن، مثلا one area من اللانز راح تستلم receive blood flow but no oxygen، او بالعكس يعني المنطقة الاخرى، يعني هاي منطقة معينة ما راح يوصل لها دم بس ما يوصل لها اكسجين، وهكذا منطقة اخرى يوصل لها، فيصير عندنا هاي يسموه mismatch، منطقة ما راح يوصلها مس. اوكي، فهنا هاي النقطة الرابعة نوصل يعني نروح الى E، decrease oxygen، نقصان الأكسجين، decrease oxygen carrying capacity arises with the hemoglobin loss of dysfunction. بعضا احنا مثل ما ذكرنا قبل شوية انه الهيموغلوبين جزيئات الهيم، اوكي، كريات الدم، هي اللي يرتبط بها الأكسجين. فاذا كان لسبب مثلا مرضي dysfunction ما قدرت تحمل الأكسجين، هم يؤدي الى الهايبوكسيميا، مثل الحالات الأنيمية. الأنيميا اللي هو decrease in RBC mass. اوكي، فهنا يكون عندنا رغم انه الضغط يعني partial arterial pressure of oxygen يكون normal، وعندنا CaO2 هم يكون normal، يعني saturation oxygen saturation هم يكون normal، لكن هو يعني كريات الدم الحمراء عندها مشكلة، الهيموغلوبين ما تقدر يعني هي ما تقدر ترتبط بالأكسجين، فهنا الكاباسيتي بيها مشكلة، فهم يؤدي إلى هايبوكسيميا. أو في بعض الأحيان عندنا الكربون مونوكسيد بويزنينج، واحد يصير عنده تسمم بأحادي يعني أحادي
أكسيد الكربون هم يؤدي إلى هايبوكسيميا. فهاي كلها أسباب الهايبوكسيميا. تعريفها الأسباب اللي تؤدي إليها. أهم شيء يعني تذكرون الأمثلة وأي كلام أني أقوله خارج المحاضرة أنتم هم مسؤولين عنه. هسه نجي إنه إلى مفهوم إنه cellular injury ممكن تكون reversible ممكن تكون دائمية irreversible. A hypoxia impairs oxidative phosphorylation result in decreased ATP. ذكرنا انه الهايبوكسيا بشكل عام تؤدي الى حدوث خلل في العملية الرئيسية لتوليد الطاقة فبالتالي يؤدي الى decrease in ATP. Low ATP ذكرنا disrupt key cellular function. ATP يعني يحتاج يعني هواي عمليات داخل الخلية تحتاج الـ ATP. مثلا عندنا اذا يعني خلينا نقول الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هي مسؤوله عن الحفاظ على ليفل يعني الصوديوم والبوتاسيوم داخل وخارج الخلايا هاي تحتاج ATP. فاذا تقل ATP هذه هي من العمليه تتاثر فاذا تتاثر resulting in sodium and water build up in the cells الصوديوم راح والماء راح يتم احتباسه داخل الخلايا هاي اول عمليه تتاثر. العمليه الاخرى اللي تتاثر اللي هي كالسيوم بامب نتيجة إذا هاي تتأثر فنتيجة هذا resulting in calcium build up in the cytosol of the cell راح يتجمع الكالسيوم في السيتوبلازم الخلايا. Number 3 اللي هي aerobic glycolysis اللي هي عملية تكوين طاقة لكن يعني من الجلوكوز لكن بوجود الأكسجين. Okay, resulting in a switch to anaerobic glycolysis. إذا ماكو يعني هاي الجلايكوليسيس تحتاج إلى يعني خلينا نقول طاقة فإذا رخصت الطاقة راح الخلية تسوي سويتشينج من الإيروبيك جلايكوليسيس تروح للأنيروبيك جلايكوليسيس لأنه ما تستهلك طاقة. هاي العملية الأنيروبيك جلايكوليسيس طبعا تستخدمها الخلايا السرطانية أكثر شيء فهاي يؤدي إلى شنو نتيجتها إذا يتم سويتشينج إلى هاي البروسيس نتيجتها عندنا اللاكتيك اسيد بيلد اب يتجمع اوكي ريزلت ان لو بي اتش يصير بي اتش يعني الخلايا جدا يعني خلينا نقول منخفض which denature the proteins and the precipitate the DNA راح يسبب شنو البروتينات تتمسخ يعني يصير not functional اوكي والدي ان اي راح يترسب وهذا شكل شيء غير جيد. نجي نجي على يعني ملاحظة أخرى اللي هي C the initial phase of injury دائما بداية الانجري تكون reversible ممكن إنه يعني يتم السيطرة عليها لكن hallmark of reversible injury خلي دائما تكون هي swelling أوكي لأنه دائما يتم احتباس سوائل يتم تجمع شغلات فأول علامة من علامات الانجري هو cellular swelling. لكن بمرور الستريس إذا تستمر عندنا يعني ستريس الانجري ما راح يتم علاجها خلينا نقول ما يتم خلينا نقول تصير irreversible ف eventually the damage become irreversible the hallmark of irreversible injury is membrane damage يتحطم الغشاء الخلوي اوكي فبلازما ممبرين دامج ريزولت يتحطم لنا الجدار اللي يحيط الخليه اوكي راح يعني نتيجه هذا راح ينتج لنا انه cytosolic enzyme leaking into the serum نتيجة هذا راح تخرج الإنزيمات اللي مفروضة هي داخل يعني خلينا نقول داخل الخلايا راح تخرج تصير هي ليك تطلع إلى السيرام إلى مصدر الدم مثلا عندنا الكاردياك تروبونين شنو فائدة الكاردياك تروبونين هذا إذا يعني هو بشكل عام ريجوليت مصل كونتراكشنز إف إت ريليز شو يصير؟ يسبب لنا هارت إنجري أوكي وشي غير جيد إنه يعني انه يتم يعني تحرير هذا خلينا نقول هذه الانزيمات. Additional calcium entering into the cells بالاضافة الى الشغلات الاخرى راح يصير مو الغشاء الخلوي يتحطم الانزيمات تخرج انه الكالسيوم راح يبدي بدل ما هو يتم احتفاظه بالسيتوبلازم راح يبدي يدخل الى داخل الخلايا. اوكي؟ يعني الغشاء يخرج اوكي؟ بعد ماكو غشاء فهم هذا شيء غير جيد. بالنسبة للنقطة الثانية يعني خلينا نقول من الشغلات اللي راح تحدث
يعني دليل على الـ irreversible injury اللي هي mitochondrial membrane damage. هم غشاء الميتوكوندريا اللي هي بيوت الطاقة هم راح تصير لها يعني تحطيم. هاي راح تنتج لنا result in number one loss of the electron transport chain in our mitochondrial membrane. هم يعني احنا عندنا اكثر مصدر يولد لنا طاقة هي الميتوكوندريا. هم يعني خلينا نقول الالكترون ترانسبورت شين هم هاي كليتها راح تتأثر. ثاني شيء عندنا شيء مهم لازم تعرفوه بالميتوكوندريا اللي هي سايتوكروم سي. هذا اذا يطلع السيتوكروم سي من يعني يتحطم الغشاء مال الميتوكوندريا ويخرج الى السيتوسول، هذا راح يسوي لنا اكتيفيت يعني الايبوبتوسيس، راح يحفز لنا موت الخلايا بعمليه الايبوبتوسيس. اوكي، ف الريفرسبل انجري راح يؤدي الى سيل ديث معناها. نمبر 3 اللي هي لايسوسوم ممبرين دامج ريزولت ان هيدروليتيك انزيم leaking into the cytosol which in turn are activated by a high intracellular calcium. هسه عندنا اللايسوزوم من يعني خلينا نقول من يتحطم الغشاء مال اللايسوزوم ينتج لنا انه الانزيمات الحاله راح تبدي تتسرب اوكي وين الى السيتوبلازم اللي عن طريقه من تروح هاي الانزيمات الحاله بالسيتوبلازم راح شنو راح تصير لها تنشيط اكتيفيشن عن طريق الكالسيوم، يعني الكالسيوم يعتبر كفاكتور يعني فيحفز يسويها الهيدروليتيك انزيم اكتف، يعني راح تبدي تحلل اي شيء تشوفه تحلله. هسه نجي الى نقطه E. The end result of the irreversible injury is the cell death. طبعا اذا الانزيمات الحاله تفعلت عن طريق الكالسيوم راح تبدي تحلل، سيتوكروم سي طلع يحفز لنا الايبوبتوسيس، يعني عندنا طبعا يصير سيل ديث، هاي كلها علامات تؤدي الى سيل ديث. هسه وصلنا الى ذلك، نجي نحكي على موضوع السيل ديث لازم نشرحه ونوضحه. ف basic principles okay. A the morphologic hallmark of cell death is loss of nucleus. اول علامه لانه نعرف انه هاي الخليه ميته انه النواه ما موجوده تكون. Which occurs via nuclear condensation. طبعا هي تمر بمراحل، اول شيء هو اول شيء اذا يعني اذا عندكم دراسه تخصون بها النوكلس اوكي فشوفون اول شيء يصير بها كوندنسيشن اللي هي تتكثف النواه اوكي وراها يصير لها فراجمنتيشن تصير على شكل قطع اوكي مقطع يعني وراها يصير بها ديسولوشن اللي هي بريكنج ابارت اوكي هاي كلها يعني مراحل. ممكن يعني خلينا نقول تعاملون الخلايا في ماده معينه بتركيز معين تجون تفحصون ممكن انه تشوفون الكوندنسيشن اول علامه، ممكن تشوفون الفراجمنتيشن هاي كلها سيل ديث. اما اذا ما شفتوا النواه ها هي خلاص انه خليها ميته. المهم تو ميكانيزم اوف سيل ديث، اكو ميكانيكيات اثنين لموت الخلايا، اول وحده اللي هي النكروسيس، ثاني وحده هي الابوبتوسيس. فنبدي اول علامه اللي هي اول حاله اللي هي النكروسيس او اول ميكانيزم نكروسيس. النكروسيس بشكل عام ملاحظات عاليه اللي هي death of large group of cells followed by acute inflammation. عاده الخلايا اللي تموت بطريقه النكروسيس اول شيء يحدث فيها انفلاميشن بعدين يبدي الموت يحدث بالنكروسيس. due to some underlying pathological process never physiologic. دائما النكروسيس هي اسبابها مرضيه اوكي مو فسيولوجيه، مو لانه يعني مو فسيولوجيه لان مو سببها انه الاورجان ما يقوم بوظيفته لذلك صار نكروسيس، لا حاله مرضيه تؤدي الى نكروسيس. النكروسيس divided into several types based on the gross features. راح يعني اعتمادا على المظهر يعني الصفات اللي تظهر على على الجزء اللي دا يصير بنكروسيس راح يصنفون النكروسيس الى عده انواع، فتركزون على الانواع مال النكروسيس. فالجروس باترنز او نكروسيس، فاول نوع اللي هو coagulative necrosis. coagulative necrosis necrotic tissue that remains firm. Cell shape and organ structure are preserved by coagulation of proteins, but the nucleus disappears.
ده الشيء المميز بهذا النوع انه النواة تختفي but everything else remain okay فالشيب الاورجان ستراكشر كلها يعني يتم المحافظه عليها طبعا يتم المحافظه عليها عن طريق الكوجيليشن اوف بروتينز اوكي اللي هي الستاب اوف بليدنج هي نفس البروتينات هاي تحافظ عليها ملاحظه ثانيه على هذا النوع The area of infarcted tissue is often wedge shaped. يكون شكلها مظلة على شكل ورقة, okay? Pointing to focus of vascular occlusion and pale. يكون تكون شاحبة. المهم تركزوا إنها تكون شاحبة وشكلها مظلة بها الله. يعني شلون الورقة يجي يكون بها حافات مبينة. نقطة رقم ثلاثة. Red infraction arises. بعض الأحيان إحنا مو قلنا شاحبة بس مو دائما شاحبة. بعض الأحيان عندنا red infraction arises if blood re-enter a loosely organized tissue مثل عندنا pulmonary infraction بعض الأحيان يعني هو مدى يوصل دم لكن إذا حدث سبب أو لآخر يعني ما كان في مجال إنه يعني loosely مو كلش يعني خلينا نقول يدخل منه دم فيصير صح يصير عندنا يعني coagulative necrosis لكنه يشوفوها مو pale يشوفوها red اوكي بها لانه اكو دم دخل فمو يعني معظم الاحيان هي بيل لكن بعض الاحيان تكون ريد يعني المكان اللي بيصير فيه نكروسس بالنوع الاول هسه نجي للنوع الاخر اللي هو ليكويفيكيشن نكروسس اللي هو يكون يعني على شكل سائل يعني ويت اوكي فهنا عندنا نكروتيك تيشو ذات بيكام ليكويفايد المكان اللي بيصير فيه نكروسس يكون يعني سائل قوام سائل ليش؟ because enzymatic lysis of cells and a protein result in liquefaction لأنه من يتم تحليل الخلايا والبروتينات الخلوية عن طريق الإنزيمات هاي من تحللها تكون سائل فلذلك تعطي شكل سائل الصفات مال يعني خلينا نقول يعني characteristic of brain infraction proteolytic enzyme from microglial cells liquefy the brain. نحن عندنا مثلا يعني اذا ندرس الانفراكشن اللي يصير بالبرين عن طريق البروتيوليتيك انزيم اللي تنتج لنا يعني اللي تنتج من قبل الميكروغليال سيلز اللي هي الميكروغليال سيلز عبارة عن ماكروفاجز موجودة بالسنترال نيرفس سيستم اللي هي ريموف دامج نيرونز اند انفكشنز طبعا بالبرين فمن توخر هاي الانفكشنز والدمج نيرونز هم يعني البروتيك انزيم يعني تنتج لنا فشي مثل الليكويفاي اوكي فشي مثل السائل هاي كمثال عليه السنه الاخر اللي هو سي جانجيريوس نيكروسيس اللي هو اكسيدنتال ديث كوز باي اسكيميا عندنا الكوجيوليتيف نيكروسيس ذات ريزامبل ميوميفايد تيشو عندنا هذا النوع من النكروسيس يشبه مثل الأنسجة المحنطة اللي يتم الاكتفاء بها إلى فترات طويلة عندنا مثال عليها الاسكيميا وبلور لم مثلا فترة طويلة ما يوصل الدم إلى الأطراف السفلى أو إلى القناة الهضمية يؤدي إلى هذا النوع من النكروسيس If superimposed infection of dead tissue occurs then liquefaction necrosis ensues with gangrene إذا انتقلت العدوى بمكان المصاب أو يعني أو انتقلت العدوى of dead tissues occurs يعني انتقلت العدوى وصار يعني هنا dead يعني خلايا ماتت يعني أو أنسجة العفو dead tissue يعني ماتت وانتقل العدوى إلى مكان آخر المكان الآخر راح يصير بي مو gangrenous necrosis راح يصير بي liquefaction necrosis يتبع هذا حدوث liquefaction necrosis اللي يسموه wet gangrene نتيجة bacterial infection اللي طبعا من علامات swelling, blistering, خروج خراجات يعني والمظهر يكون wet appearance هيك يسموه wet gangrene هسه نجي للنوع D اللي هو caseous necrosis اللي يكون اولا من صفاته soft and friable necrotic tissue with cottage cheese like appearance اللي يكون ناعم وهش الانسجة اللي بيصير بيها necrosis ومظهرها يشبه القطن يعني هشي ابيض اوكي Number two, الملاحظة عليها combination يعني هذا النوع هو عبارة عن combination of coagulative
and liquidation necrosis. No, يعني damage بين النوعين من النكروسيس. نقطة ثالثة characteristic of granulomatous inflammation اللي هو granulomatous inflammation اللي هو طبعا chronic inflammation بس يبدأ في مكان صغير اللي فيه الالتهاب مثلا نتيجة tuberculosis أو fungal infection. نجي إلى النوع الآخر اللي هو fat necrosis اللي هو necrotic adipose tissue اللي هو يصيب الأنسجة الدهنية with chalky white appearance due to deposition of calcium. هذا يحدث في يكون يعني يصيب الأنسجة الدهنية ويكون المظهر مالته أبيض أو حليبي نتيجة لترسب أو تجمع الكالسيوم في هذا المكان اللي يسبب. The characteristic of trauma to fat breast tissue مثال عليها التروما اللي يصير بالفات اللي سواء بالتش بالبريست اوكي او البنكرياتيتس اللي الميديات الدمج اوف بيري بنكرياتيك فات او التهاب البنكرياس اللي يؤدي الى دمج بالدهون اللي موجوده بالبنكرياس. المهم ان الفاتي اسيد الاحماض الدهنيه ريليز باي تروما سواء من البريست أو عن طريق ال مومايل فاتي أسيد اللي راح تتحرر سواء من البريت أو مثلاً في حالة البنكرياتيتس ولا راح يتم ست حدوية الكالسيوم في عملية يسموها سافونيفيكيشن اللي نتيجتها يتكون ملح مكوناتها فاتي أسيد. طبعاً هنا عندكم يعني خلينا نقول تو تيرمز هنا بهذا السلايد تو تيرمز مهمات اللي هو ديستروفيك dystrophic calcification وعندنا metastatic calcification اللي هم تتكلم عن تجمع الكالسيوم. dystrophic calcification in which calcium deposit on dead tissues هنا راح يتجمع الكالسيوم على الأنسجة اللي هي ميتة. Metastatic calcification هو العكس as opposite to dystrophic calcification هنا وين راح يتجمع occurs when high serum calcium or phosphate level lead to calcium deposition in normal tissue. هنا راح يتجمع الكالسيوم وين على الأنسجة الطبيعية اللي هي مو ميتة. نجي النوع الأخير من النكروسيس اللي هو fibrinoid necrosis. عندنا هنا النكروتيك damage to blood vessels. فالفايبرينويد نيكروسيس اللي هو نيكروتيك دامج تو بلاد فازل وول اللي هو دا يصير الدمج اوكي وين على الجدران الاوعيه الدمويه. فمن يصير هذا الشيء يسبب لنا ليكينج اوف بروتين اوكي انكلودينج فايبرين اللي هو اذا تذكرون مسؤول عن الكلوتينج اوكي لما يتحول الى فايبرينوجين اوكي. Leaking of protein into vessels wall results in a bright pink. So that is شوفون جدران الأوعية الدموية تكون حمراء معناها اكو عندنا leaking صاير. Pink staining of the wall microscope طبعا هذا تلاحظوه بالمايكروسكوب هذا ما يبين بال في characteristic malignant hypertension and vasculitis. عندنا المالينان هايبرتنشن يقصدون به سيفير فورم اوف هايبرتنشن لما يكون عندنا دايستوليك بريشر اكثر من 130 اوكي فيسموه مالينان هايبرتنشن لانه مدمن يعني. بس نجي على الايبوبتوسيس حكينا عن البروسيس اول ميكانيزم نجي على اخر ميكانيزم ونختم بها المحاضره اللي هي الايبوبتوسيس. الايبوبتوسيس عندنا اي Energy ATP dependent هي عملية تحتاج إلى الطاقة أوكي حتى تتم. Genetically programmed cell death involving single cell or small groups of cells أوكي عادة يحدث هذا البرنامج الموت المبرمج في خلية واحدة أو مجموعة من الخلايا. Examples include الأمثلة عليها endometrial shedding during mesenteral cycle. Number two, removal of cells during embryogenesis. المثال الثالث CD8 اللي هي cytotoxic T cells mediated killing of viral infection. Okay. هاي كلها أمثلة هي على الأبوبتوسيس. عندنا نجي للمورفولوجي الخلايا اللي يصير بها أبوبتوسيس. عندنا dying cell shrink تصغر
leading cytoplasm to become more eosinophilic. يعني يصير bright pink appearance. Okay, هاي يقصد بيوسينوفيلك يصير وردي أكثر. Number two, nucleus condenses. نواتها يعني يصير بيها condensation تتكثف. And fragments تتقطع يصير بيها على شكل قطع بدل ما كتلة واحدة. In unorganized manner. Number three, apoptotic bodies fall from the cell and are removed by macrophages. دي تسقط الايبوبتوتيك بوديز ويتم تخلص منها عن طريق الماكروفاجز. الايبوبتوسيس is not followed by inflammation. النكروسيس اذا تتذكرون inflammation بديل عن النكروسيس هنا ما يعني ماكو اي خلينا نقول اي inflammation ماكو اي التهاب هنا مخطط الماوس. C اللي هي apoptosis is mediated by caspases okay that activate proteases and endonucleases. عملية الايبوبتوسيس بيها انزيمات خاصة اللي يسموها كاسبيسس طبعا اكو انواع من الكاسبيسس 3 6 9 7 اوكي هم اختصاصهم بس هي هاي اللي يعني الكاسبيسس عن طريقها يعني وحده من يعني الماركرات اذا واحد يريد يعرف نوع الخليه ممكن انه يشوف اكو كاسبيس متفعل او ما متفعل فالمهم الكاسبيسس هي تتخلل عملية الايبوبتوسيس هاي الكاسبيسس شو تسوي؟ تنشط انزيمات اخرى البروتيسس والاندونيوكليسس البروتيسس معروف من اسمها تشتغل على البروتين تحطمها والاندونيوكليسس على الدين فعندنا بروتيسس بروتيسس سوري هاي هنا الكلمة متقطعة ماكو سبيس بعد ال او هو المفروض ماكو فبروتيسس بريك داون ذا سايتوسكيلتون فالبروتيسس يعني خلينا نقول تكسر لنا السايتوسكيلتون اللي هي البروتينات المسؤولة عن اعطاء الستركشر للسيلز maintain their shape اوكي الاندونيوكليس is a breakdown the DNA بس هنا عندنا الدي كاسبيسز ار اكتيفيتد باي مالتيبل باثويز اوكي انترنسيك ميتوكوندريال باثوي هذا اول باثوي اول مسار فعندنا السيلولر انجري من يحدث او الدي ان اي دمج او الديكريز هرمونال ستيميليشن كلها تؤدي الى انكتيفيشن اوف بي سي ال 2 لازم اني عندي البي سي ال 2 يصير بيه تثنيل انكتيفيشن لانه من وظيفته مفقوده لاك اوف بي سي ال 2 يؤدي الى شنو؟ خروج السيتوكروم سي سيتوكروم سي ليد تو يعني فروم ذا انر ميتوكوندريال ماتريكس انتو ذا سيتوبلازم ان اكتيفيت كاسبيسز هسه عندنا النوع الاول هذا اما يعني اذا يحدث عندي دي ان اي دامج او سيلولار انجري او نقصان في التحفيز الهرموني كلها يؤدي الى تثبيط عمل الدي سي ال 2 لما هذا يغيب وظيفته يؤدي الى خروج السيتوكروم سي المين من الانر ميتوكوندريال ماتريكس يخرج الى السيتوبلازم السيتوكروم سي من يخرج السيتوكروم سي الى السيتوبلازم يؤدي الى شنو اكتيفيت كاسبيسز من تنشط الكاسبيس شيء يؤدي الى تنشيط انزيمات اخرى اللي هي الانزيمات اللي تحلل السيتوسكيلتون اللي هي البروتيسس ويا الى تنشيط الاندونيوكليسس اللي هي البريك داون دي ان اي بالتالي تموت الخلايا اذا ماكو دي ان اي وماكو سكيلتون اوكي المسار الاخر اللي هو اكسترنسيك ريسبتور ليجند باث واي اللي هنا عندنا فاست ليجند ترتبط بالفاست ديث ريسبتور اللي موجود على الخلايا الهدف ان الخلايا الهدف اللي المفروض تم استهدافها وتموت موجود عليها فاس اذا موجود عليها فاس ريسبتر راح لازم حتى يعني لازم يرتبط حتى تتنشط الدي الكاس بيسز لازم يرتبط بها الفاس ليجند اوكي اما اذا كانت ان خلايا الهدف موجود عليها كما في النقطه هنا 2 اذا موجود عليها تيف ريسبتر لازم يرتبط لي بها التيف اوكي ليجند حتى يتم تنشيط الكاسبيسز عندنا نعرف احنا من نشط الكاسبيسز ايش راح يؤدي الى تنشيط انزيمات البروتيازز والاندونيوكليازز وبالتالي تحدث عمليه الايبوبتوسيس الباثوي الثالث والاخير اللي هو سايتو توكسيك سي دي 8 تي سيل ميديت باثوي هنا عندنا طبعا التي سيلز نوعين سي دي يعني بها ريسبتورات بها سي دي 8 وسي دي 4 سي دي 8 معناها سايتوتوكسيس سي دي 4 سي دي 4 معناها هيلبر انتوا هنا عندكم السي دي 8 اذا يبرز على التي سيلز معناها هاي سايتوتوكسيك معناها راح تقتل اوكي فعندنا هنا الملاحظه الاولى بيرفورنس سيكريتد باي سي دي 8 بيرفورنس اللي يتم افرازه عن طريق السي دي 8 تي سيلز create pores
in the membrane of target cells. هسه عندنا خلايا الهدف اذا يعني يتم احداث بها ثقوب، طبعا هاي الثقوب يتم احداثها عن طريق فعالية البيرفورنس اللي يتم انتاجه من السي دي 8 تي سيلز. ورا ما صار هاي الخلايا الهدف فيها فورس، عندنا مثل ما مذكور هنا عندنا الجرانزايم اللي هو يتم انتاجه من from the CD8 T cells، راح يدخل عن طريق هاي الفورز الثقوب وينشط لنا شنو الكاسبيسز. اوكي نشط الكاسبيسز راح تنشط انزيمات اخرى تحدث الايبوبتوسيس. ف CD8 T cell killing of virally infected cells an example. فاذا تسالون شلون الخلايا المناعيه T cells تقتل لنا الخلايا المصابه بالفيروسات، اوكي هاي خلينا نقول احدى الطرق اللي هي يتم احداث فورس بالخلايا، وبعدين هذا الانزيم جرانزايم راح يدخل وينشط الكاسبيز فتموت الخلايا المصابه.